أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ويسعدني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا في هذه الفقرة، السيد المهندس يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي. برحب بحضرتك باشمهندس يوسف، وأرحب مجددا بالأستاذ اسكندر أحمد خبير الاقتصاد الزراعي ونائب رئيس تحرير جريدة المساء والمسؤول عن ملف الزراعة بالجريدة. أهلا بسيادتك يا فندم، زي ما عليك. يعني لو سمحت لي نبدأ بالباشمهندس يوسف عشان نشوف موقف التحديات والإزالات حتى هذه اللحظة. تمام سريع تفضل. والله زي ما حضراتكم تعلموا ان المساله احنا داخلين في مرحله صعبه، وكويس ان معانا الباشا الخبير الاقتصاد الزراعي هيؤيد موقفنا او لا يؤيد. هو طبعا ترجع لمرجعيته العلميه. ايوه يعني احنا وجهه نظر العقليه لا تحكر على رايه. لا انا لا واحد لا تقول مسبقا انه يؤيد موقفنا، يعني لا لا انا ما قلتش. ممكن يكون موقفه معارض طبعا يا فندم، لا حكر على رايي في هذا البرنامج يا فندم. انا قلت هذا او ذاك، انا ما قلتش. انا برحب بسيادته الحقيقه، يعني لان شرف ليا ان انا احضر قدامه والتقي بسيادته في لقاء مع سيادتك في البرنامج المحترم. وبنرجع لنوه برضو كما برضو عرضت قبل كده في مرات مع سيادتك في هذا نفس اللقاء، ان مشكله الارض الزراعيه في مصر والتعديات على الارض الزراعيه في مصر لم تعد بالامر اليسير، ولم تعد بالجهد الحثيث اللي كنا بناس عائليه جاهدين على جميع جسد الدوله وعلى جميع المنظمات وعلى جميع الهيئات انها تساعد معانا وتتعاون معانا، بما فيها الاعلام المحترم اللي هو عليه دور كبير جدا في مسائل التوعويه البحته للمواطن اللي بدا يفتقد الى شيء خطير جدا، ان الارض هي اساس الاقتصاد الوطني، الارض هي اساس الاقتصاد القومي، الارض هي عصب الاقتصاد، زي ما نوه الرئيس السيسي والاستاذ الدكتور الوزير في الخطه الاستراتيجيه المستدامه. مفيش ارض، مفيش تنميه من غير ارض. تمام، اسمح لي ناخد اولى الاتصالات. عبد الرحمن من الشرقيه، الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. عندنا يا فندم مافيه سرقه الاراضي في سهل الحسيميه. الارض مافيه سرقه الاراضي. الملف ده يا فندم انفتح قبل كده مرتين. في ايام الرئيس الاسبق بدوا رشاوى للناس المسؤولين يا فندم، قفل الملف تاني. عندنا كان عضو سابق اسمه اسماعيل اطوان تابع للحسينية، والعضو الثاني محمد حسن اسماعيل. دول كانوا اعضاء مجلس الشعب، خدوا 5000 فدان يا فندم. دول كانوا اعضاء مجلس الشعب، كانوا اعضاء مجلس الشعب. ومن ضمنهم كمان كان مقدم ورقه، بس ما حصلش ان هو يعني. المهم المشكله في 5000 فدان دولي تابعين هيئه التعمير. لهيئه التعمير؟ اه للتعمير يعني يا فندم. الارض ديت كانوا خدوا رسوم يعني تقديم، وبعد كده خدوا الارض دي يا فندم لصالحهم يعني، قسموها على بعض. طب ليه ما تقدمتوش ببلاغ للنائب العام؟ فدان يا فندم. طيب بعد اذنك يا اخ عبد الرحمن، ما تقدمتوش ليه ببلاغ للنائب العام؟ يا فندم احنا فلاحين وغلابه على قد حالهم يا فندم. يعني مفيش أي محامي يقدر يتبنى هذه القضية، هذا الموضوع؟ مفيش أي ناس يعني مثقفين في القرية في المنطقة يعني؟ في محامي من السعود اسمه الحديد يا فندم، المحامي ده ركبوا مصيبة ودخلوا السجن. طيب المساحة الأراضي قد إيه المغتصبة؟ مساحة الأراضي 5000 فدان. 5000 فدان، قول لي بقى المكان بالظبط فين. في سهل سهل الحسينية، جنوب سهل الحسينية. جنوب سهل الحسينية. الأرض دي بعد منطقة الخريبين طارق ابن زياد، قرية طارق ابن زياد. تمام. طيب في حاجة تانية يا أخ عبد الرحمن؟ لا يا فندم. طيب احنا بنشكرك وسيب بياناتك في الكنترول وهنتابع الموضوع ده وهنشوف رد السيد المهندس يوسف سليمان. طيب
هترد يا باشمهندس يوسف، لكن بعد اذن حضرتك اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظرونا. ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وارحب مجددا بضيفي الكريمين في هذه الفقره، السيد المهندس يوسف سليمان والاستاذ اسكندر احمد. ارحب بحضراتكم مره اخرى. يعني المتصل باشمهندس يوسف اللي هو واضح من كلام الاخ عبد الرحمن، ارض تتبع للهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه. سيادتك عارف ان السهل الحسينيه ده يبدا من بورسعيد يمتد جنوب الاسماعيليه. الكلام اللي قاله ده لابد ان يحقق على الطبيعه، فمن يوم الاحد ان شاء الله احنا ان شاء الله هنشوف حضرتك. انا هشتغل جانب حمايه الاراضي ونختار زملائنا في هيئه التعمير ونشوف ان كان هناك مخالفات هنرصدها، هناك تعديات هنرصدها، ان كان هناك اجراءات هنعملها وما يقلقش خالص. طيب دي مساله سهله يعني. ويشكر ان هو بيبلغ عن حاجه زي كده يعني، كان في ان صحت يعني. هو طبعا الوضع اللي كان زمان ان عضو مجلس الشعب يعمل اللي هو عاوزه وياخد اراضي زي ما هو عايز، الوضع ده انتهى خلاص خلاص. واذا كان في وضع وتحقق ومخالف سيتم ازالته فورا، والمخالف هيتحول للجهات المختصه خلاص. ما فيش حاجه اسمها عضو مجلس شعب وكان كذا وكذا وبتاع، كل ده الكلام ده مرفوض نهائيا. تسطر على فساد، لا تسطر على فساد من الان. سيادتك لو تشوف احنا عاملين ايه على الصحراوي اسماعيليه، على الصحراوي بورسعيد، على الصحراوي السويس، على الصحراوي اسكندريه. طيب. كله محل. اسمع حضرتك معانا ابو عبد الرحمن من البحيره. الو، اهلا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد، منور البرنامج وضيوفك الكرام. البرنامج منور بيكم، ربنا يخليك ويبارك لنا فيك. الله يخليك. انا بس عايز اوجه للسيد المسؤول الباشمهندس يوسف، عايز اوجه له سؤال حضرتك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايوه مع حضرتك. بقول لسعادتك انا دلوقتي بلوم على مسؤولين حمايه الاراضي. النهارده شغالين كويس جدا جدا جدا، ولكن انا بسال سؤال، ليه بيسيبوا الناس تبني على الاراضي الزراعيه وبعد ما توصل ادوار واخبار حضرتك يبداوا يهدوا للناس؟ يعني انا دلوقتي المشكله ديت الناس عامله لهم يعني قلق ومزعلاهم واخبار حضرتك، فانا عايز افهم من السيد المسؤول ليه ما بيحصلش تعاون ما بين الجمعيه الزراعيه واصحاب الاراضي وما بين جهات حمايه الاراضي واخبار حضرتك واصحاب الاراضي، ان بس يبقى في حاجه زي تعاون والجمعيه الزراعيه وحمايه الاراضي يتفاهموا الموقف مع اصحاب الاراضي، يحلوا لهم مشاكلهم ويفهموهم مدى المشكله اللي ممكن تحصل لما يتبني على الارض الزراعيه. واخبار سعادتك دلوقتي حاجه دي مزعله الناس قوي قوي. البرنامج بتاع سعادتك هيبقى فرصه ان الناس تسمع ويعني شويه يعني تريحوا الناس اللي عايزين يسالوكم كلكم فيه. بقى سعادتك دلوقتي انا عايز اقول كمان يعني ضروري يبقى في حاجه زي ارتباط ما بين صاحب الارض والجمعيه الزراعيه وحمايه الاراضي، ما ياخدش اي اجراء الا لما يعرف عاقبه المشكله دي ايه. دي سعادتك حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي بالنسبه للاجراءات اللي بتتم عشان المواطن يبني على جزء من ارضه، ايه العقبات اللي ممكن يذللها السيد المسؤول؟ لان احنا طبعا عارفين الجهاز الحكومي سامحني معلش كله مشاكل، والواحد عشان يخلص فيه مصلحه يقعد فيه بالشهر والشهرين يجري وما بيوصلش النتائج. فطبعا سامحنا لو السيد المسؤول يبين لنا يعني ايه المشاكل اللي ممكن تقابل المواطن وازاي يحلها لنا. وبعدين بما ان فرصه وانا على الهوا مع سعادتك يعني سامحني، اتفضل. السيد الوزير المحترم دكتور عادل البلتاجي شخصيه محترمه واحنا يعني لا نزكيها على الله، بس احنا بنقول دلوقتي حاجه، الراجل المحترم دوت تداول في الاوساط الزراعيه ان ليه ارض في شنشور وقبل سعادتك، والراجل المحترم دوت يعني بياخد اجراء لصالحه على 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 ترخيصه للارض ديت. انا عايز اسمع بس او عايزين اجابه تريح الناس، هل الموضوع ده صحيح ولا يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني سامحنا وكتر خيرك واشكرك، والبرنامج بتاع حضرتك يعني مش قادر اقول لك حاجه مشرفه. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا يا اخ ابو عبد الرحمن وعلى هذه المداخله، واعتقد ما فيش شفافيه اكتر من كده. اذا كانت هناك شائعه تحوم حول معالي السيد الوزير هنناقشها حالا وهيرد عليها المسؤول عن حمايه الاراضي. اتفضل يا ابو عبد الرحمن. اشكرك على هذه الاسئله الثلاث او الاربع احسن من بعض كلهم. ونبدا حضرتك بمشاكل الاول المزارعين وسيب الوشايه للاخر. بالنسبه لما ورد بسؤال حضرتك في الازالات بعد تطوير التعديات،
ده سؤال محترم جدا وله وجاهته، ولكن بيرتبط بهذه الإجابة ثلاث أشياء. معالي الأستاذ دكتور وزير وجه من أول يوم ونحن جاهدين على ذلك بأن يتم إزالة التعديات في المهد. يعني إيه في المهد حضرتك؟ اللي حضرتك بتسأله دلوقتي وأشكرك عليه. أول المشرف الزراعي أو مشرف الوحدة المحلية، لأن هذا اختصاص، أو مسؤول رجال الإدارة أو المدير الجمعية أو أي مختص يختص بالضبطية القضائية وفقا للقرار 796 بيأتي إلى الواقعة فور اكتشاف فيتم إزالته. ده الحل الأمثل والعملي اللي حضرتك بتنشده ونحن بنشده مع الوزير اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. أما ما رأيته سيادتك وبتعقب عليه مشكورا، فدي تعديات سابقة تم إقامتها في وقت سابق. هناك واضح أنه طالما المخالفة اتطورت لابد أن يكون هناك قصور. إذا عدنا نلقي بالتبعية على من هو المسؤول عن هذا التقصير، من المسؤول عن هذا التطوير، الخرسانات هتزداد، هيبقى عمارة، هيبقى برج، مش هنعمل حاجة. المحافظتين الوحيدتين اللي أخذوا بهذا النهج المحترم محافظة القليوبية ومحافظة الغربية، اللي قالوا لجميع مشرف الزراعة ومشرف الوحدات المحلية محدش يقرب مني بقرار إزالة إلا إذا أزال المخالفة في المهد الأول، ثم يحال إلى النيابة العامة إذا أراد أن يصدر قرار إزالة، ثم يصدر قرار إزالة. ومن هذا التاريخ وهو تقريبا دخلنا على شهر أهو، ما عادش فيه تعديات أكثر من أن تزال في المهد. أما ما تم تطويره ففي الخطة الثانية، احنا ماشيين بثلاث خطط موازية على فكرة. الخطة الأولى حسب ما وجه بها معالي الأستاذ الدكتور وزير بالإزالة في المهد، ما ننتظرش الشرطة مشغولة ربنا يعينها عليها فيه، ننتظر مين قال الوحدات المحلية، ننتظر رجال الإدارة بما لهم ضبطية قضائية. يعني عند شيخ الخفراء الناحية الوحيد وفقا لأحكام قانون الجناية له ضبطية قضائية عامة. هناك معالي الوزير مشكورا وجه بضرورة تفعيل قرار وزير العدل 796، يعني كل مشرف زراعي يعمل في مجال حماية الأراضي معاه ضبطية قضائية، يعني من حقه ياخد محاضر الضبط ويحيل مسؤول الوحدة المحلية ويحيل مسؤول المخالفة ويحيل كلها للنيابة العامة ويزيل. يزيل فين؟ في المهد. بتبقى بسيطة، ما بتكلفش الدولة حاجة، ما بتكلفناش إجراءات، ما بنحتاجش للشرطة قوي. الاحتمال الثاني أو الاتجاه الثاني الموازي وهو على مستوى الوحدات المحلية للقرى والمدن، وده شيء برضه بنقدر نتحكم فيه دلوقتي وشغالين به يوميا على مستوى المحافظات، ويمكن حضرتك تذكره لو حضرتك مشيت على الصحراوي، مشيت على الطرق السريعة، دخلت القرى النهارده بنشتغل إزالات في المهد ثم ما بعد المهد اللي هو تم تطويرها جزئيا. المرحلة الثالثة اللي هي الخرسانات اللي محتاجة شواكيش دقاقة أكبر، لوادر أكبر، دقاقات أكبر، إمكانيات أعلى. فبنبدأ ندخل معنا الأجهزة الأعلى زي جهاز تحسين أراضي، زي السيد المحافظ. بصراحة السادة المحافظين متعاونين معنا جدا في نطاق الإمكانات المتاحة في شأن إزالة تلك التعديات الجسيمة اللي هي أثرت بالفعل على منظر حماية الأراضي في مصر. ده كل اللي أقدر أقوله لستك، ولكن احنا شغالين على قدم وساق الآن في إزالة التعديات في المهد. واضح لو حضرتك أمس وأول أمس كنا شغالين في قوسنا على الطريق الزراعي، كنا شغالين في بس ما ياريت يا باشمهندس يوسف ما تبقاش الإزالات على الطرق الرئيسية فقط. لا ده أنا بدي مصر الطريق الزراعي أو على الطريق لا أنا لا. عاوز داخل الكرة لا. لأن في بعض الكرة يا أستاذ اسكندر في داخلها ناس عملت فيلل عملت قصور وهي متعديه ومتعديه على اراضي الري موجوده يا فندم مش سلبينهم. يا ريت انا بدي لا انا بدي للمشاهد الكريم يبقى يعني وسيله ردع الاخرين. احنا شغالين كده فعلا، ما هي دي ما احنا بقول لسيادتك ثلاث اتجاهات موازيه ما حصلتش قبل كده شغالين فيها من واحد ثلاثه لغايه النهارده. وبقدوم مع الاستاذ دكتور عادل بلتاجي ادانا دفعه خطيره جدا، ازاله في المهد وبرجال الاداره دون التحميل على الشرطه. مش نعمل الشماعه لغايه ما الحمله تطول. طب خلينا نرد بقى على ما يشاع انه مع الوزير لارض في شنشور وبيحاول شنشور دي تبع المنوفية اعتقد. لا يا فندم لا يا فندم انا احكي لحضرتك في نقاط محددة وبشفافية جديدة جدا وبحيادية جديدة جدا وبالمستندات. اذا سيادتك ما شاهدت يوم الثلاثاء الساعة 8 على برنامج السادة المحترمون في قناة اون تي في، او قرأت في الدستور يوم الخميس في الصفحة 13 على جريدة الدستور، هتشاهد حاجة عجيبة جدا. اتهامات موجهة لشخص أو لآخر، لمسؤول أو لآخر، لمعالي الوزير أو لآخر، كلها لم تأتي من خلال واقع ولا يساندها قانون ولا يصادفها واقع. نقول ليه؟ هذه هي المستندات. بحث هذا الموضوع ميدانيا ومن خلال المستندات والملفات والطلبات والأوراق اللي موجودة مع أجهزة الزراعة في الإدارة المركزية في الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى، هي
المكان هي قرية دنوشر مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية. لا دنوشر يا فندم. المساحة لا يا فندم هي دنوشر مركز المحلة الكبرى. الموضوع يخلص في أن تقدم السيد الأستاذ محسن السيد توفيق بطلب له ولأشقائه زيه زي أي مواطن بيقول ما قبل 11 2013، يعني في شهر 10، في شهر 9، في شهر 8، وتواردت لنا مطالبات كان في ظل الأستاذ معالي الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، وبدأ يبعت يقول يا جدعان أغيثوني، أنا عندي بلطجة، عندي أعمال غصب، عندي تعديات من قبل كل من أحمد عبد الفتاح عنبورة ومحمد عبد الفتاح عنبورة وإبراهيم عبد الفتاح عنبورة وسند عبد الفتاح عنبورة، متعدين يعني على أرض على أرض الزراعية الكائنة بدنوشر وقدرها أكثر من 50 فدان في مزرعته وأشقائه. ردنا عليه زي أي مواطن، قلنا له يا فندم هذا الاتجاه اتجاه غصب يخضع للقانون المدني والقانون الجنائي وعليكم بالنيابة العامة. لجأ سيادته إلى النيابة العامة، تقعد عمل العديد من المحاضر، دخل واحد آخر في الشكوى أو في الأطراف المتنازعة، مش متنازعة على الملكية، لا ده الأطراف البلطجية اللي هم طمعانين في الأرض، لأن واضح إن دي شركة زراعية أو شركة زراعية أو مزرعة وأصحابها قاعدين في القاهرة أو مش قاعدين فيها يعني. فبدأ تعمل مطامع أخرى في ظل البلطجة وفي ظل هيمنة العافية. المهم عمل محاضر إدارية آخرها 8975 سنة 2013 إدارة مركز المحارة مركز المحلة، منها 9906 سنة 2013، يبقى في محضرين إداريين بالتعديات من قبل الغير على أرض الأستاذ شريف السيد توفيق وشقايع الكائنة بناحية دنوشر. كان نتيجتها إيه؟ الناس تعدم فرضين قال ان احنا فرضين اتوات، كل ده ما كانش شغلنا احنا، تعدوا على الارض باقامه مباني على حدود الارض من الجهات البحريه والغربيه والابليه، وطلب بعد كده من السيد المحافظ ازاله تلك التعديات. انا بقول لسيادتك الخلفيه عشان يبقى الكلام اللي مش هتلاقي حد يقوله، هذا كلام من الواقع ومن المستندات ومن الاجراءات. في 17/11/2013 في عهد معالي الاستاذ الدكتور ايمن ابو حديد تقدم السيد الأستاذ شريف السيد توفيق بطلب بيقول له أرجو أنا بعد هذه الإجراءات عايز أتمكن من حماية أرض الزراعية، خاصة أنا مش مقيم فيها ومدير المزرعة مش ملاحق على البلطجية وبهدلونا، يبقى من الغصب ومن التعديات ومن الإتلافات، وخاصة أنها تقترب من كتلة سكنية عشوائية، والكتلة السكنية العشوائية أتلفت له المحصول زيه زي أي واحد. تأشر على هذا الطلب في 17/11/2013 من معالي الأستاذ الدكتور وزير الأستاذ الدكتور حميد شحاتة عاجل باتخاذ اللازم، مش أكتر من كده زيه زي مواطن. مش كده وبس، ده احنا قلنا له كمان يا فندم تقدم طلب لمدير الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى. فراح للمدير الإدارة الزراعية في المحلة الكبرى، تقدم بطلب آخر مماثل وقال له اديني زي أي مواطن، أنا أحوز أنا وأشقائي أكثر من 50 فدان، وأن القرار وزارة 1836 بيتيح إقامة أي مشروعات زراعية متمثلة فيه وفيه وفيه طبقا للمادة الثالثة والمادة الرابعة، أنا عايز أحمي أرضي. قال له تقدم بطلب، تقدم لمهندس الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى بطلب آخر في 19/11/2013، ومشي شأنه شأن أي مواطن في الإجراءات. استوفى كافة الأوراق والمستندات الملكية، استوفى كافة المعاينات والموافقات بتاع الجهات المعنية الأخرى، استوفى الأوراق اللي طلبت منه من اللجنة الفنية بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى. وفي تاريخ 21/8/2014، تخيل بقى هو متقدم في كام سيادتك؟ 19/11/2013 لغاية 21/8/2014، يعني 9 شهور. نفاجأ أن دي الحتة اللي كل حتى السائل مشكورا بيقول إيه ده؟ يعني طالب مواطن يقعد سنة في روتين أو في خضم الأوراق راح جاية أوراق جاية. طب ما كان زمانه خلصوا الإجراء اللي هو عايزه، ما خلصلوش حاجة الموظف اللي هناك، ما خلصلوش حاجة المدير بتاعه، ما خلصلوش حاجة مدير مديريته الوكيل وزارة، اللي هو بيزعم الأخ الكاتب في الفقرة الأخيرة من الدستور أنه تم نقل وكيل الوزارة بسبب الموضوع، وهذا كلام عاري تماما من الصحة. أنا بقول لحركة هذا الإجراء وبالمستندات وبالورق. في 24/8/2014 تم عرض الملف كاملا شأنه شأن أي مواطن على اللجنة الفنية للمركز المحلة الكبرى وفقا لأحكام القرار الوزاري 1836 والاستثناءات الواردة على أحكام قانون الزراعة
وقانون الحكم البناء الموحد. انتهت اللجنة الفنية بالتوصية النهائية في الموافقة على إقامة السور لحماية الأرض الزراعية من التفتيت، الغصب، التعديات الغير، خاصة وأنه سبق تعديات بالفعل وتم إزالتها جزئيا. يعني النواحي المقامة بالفعل الذي يزعم الناس اللي بيتكلموا عن هذا الموضوع ان في مستندات، النواحي المقامة دي بقايا تعديات الغير بالغصب، بقايا تعديات تم إزالتها بمعرفة الإدارة الزراعية ومديرية الزراعة بالفعل تطبيقا لأحكام القرار الوزاري الصادر عن السيد المحافظ في هذا الشأن، في قرار وزاري صادر عن السيد قرار معالي المحافظ في هذا الشأن بالإزالة وتم إزالته بالفعل. ولكن فوجئنا زي ما حضرتك بتقول ان الموضوع نسب الى او دخل في مذاهب اخرى وفي اتجاه اخر، بس على خلاف الحقيقه وعلى خلاف الواقع. تمام. وخلاف المستندات. تمام. ده ملخص الموضوع وهذه المستندات قدامي والاجراءات هيا على مسؤوليه جهاز الاداره الزراعيه بالمحله الكبرى. اذا هذا الكلام وهذه الشائعه عاري تماما من الصحه ولا اساس ولا يسانده واقع. تمام. ولا قانون. انا يعني خليني اسال الاستاذ اسكندر، يعني دور وسائل الإعلام، وسائل الإعلام مختلفة ممكن أن تكون وسيلة للتنمية والنهوض، وممكن أيضا أن تكون أحد معاول الهدم. يعني الزميل اللي هو في أحد البرامج على إحدى القنوات لماذا لا يتحرى الحقيقة؟ ما وسائل الإعلام تتحرى الحقيقة يا جماعة عشان ما نعملش بلبلة في الشارع، ما نعملش بلبلة بين المواطنين، ده حرام. تحرى الحقيقة سواء كان كاتب صحفي أو مذيع في أي برنامج. تفضل حضرتك. أنا أتفق مع سيادتك أن بعض الزملاء لا يتحروا الحقيقة فيما يكتبون، ولا هم عاوزين يعملوا شو إعلامي وخلاص. لا خلي بالك، ويعملوا بروباجندا. خلي بالك حضرتك، لا يتحروا الحقيقة فيما لا يقولون. وبعضهم ما قالوش كله، لأنه في ناس كتيرة كويسة جدا وهم زملاء وأفاضل يعني، وبعضهم الضمير المهني غائب، وعندما تغيب المهنية عن أي عمل تغيب الأخلاق، تغيب كل شيء. وأنا هرجع لحكاية الدكتور عادل بلتاجي. أنا الدكتور عادل بلتاجي لا أدافع عنه، لكن أعرفه من مدة، من أكثر من 20 عاما، رجل عالم زاهد في المنصب، رجل محترم، وخلي بالك باحث، وخلي بال حياتك أنا ما يعني لا أزايد على الرجل، لا أزايد عليه، يكفي سيرته. أنا ما قابلتهش في مصر على فكرة. أنا قابلته في الإكاردة، قابلته في سوريا، وتعرفت عليه في سوريا، واخد بال حضرتك، شخصية دولية معروفة بالظبط يعني، يعني واخد بال. طيب. ما تعرفتش عليه كوزير في القاهرة، تعرفت عليه في حلب. ربنا يفك أسرها يعني. يعني واخد بال حضرتك، فكان راجلا عالما شريفا، وكل إنسان ناجح لابد حضرتك أنه يرمى بالحلب. احنا متأكدين من هذه النقطة، وانا عاوز اقول ان احنا والله لا ندافع عن معالي الوزير، لا مدافعش، رغم ان احنا في قناة مصر الزراعية، لكننا لا ندافع اطلاقا عن معالي وزير الزراعة، لكن ما ينفعش يعني نرجو من وسائل الإعلام جميعها ان تتحرى الصدق وتتحرى الحقيقة علشان ما نعملش بلبلة. رغم ان عالم الجليل بيقول، انا بين يدي حكم محكمة نقد في 20 471 بيقول ان المشرع اذ يلتزم بالقيم الخالدة منارا والاخلاق العامة نبراسا، شوف ستك، فقد نظم ممارسة الحرية، حرية ايه؟ القلم والإعلام. تمام. بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام. قد تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء. تمام. أو سبا أو قصفا أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشارع إقرارها. طيب. تحت ستار حرية الصحافة وما لها من قدسية وحماية، في تقدير أن الحرية في سننها لا تتصور. تمام. انطلاق، معلش، طيب. انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير. تمام. بس أنا مش بتكلم. معنا أحمد من كفر الشيخ. ألو. أيوة يا فندم. تفضل. إزيك يا سعادة الباشا؟ أهلا وسهلا. أنا مشكلتي يا فندم إداني ليا حتة أرض واخدها بشركة مساهمة البحيرة من 95 في أي مكان؟ شمال الحسينية يا فندم. وجبنا عليها كتير قوي، مشتكينا وغلوبنا جري وما ما هي المشكلة؟ إيه هي المشكلة طيب؟ عملنا ادولنا كراسة شروط ودفعنا فلوس ورجعوا بعتوا لنا تاني دفعنا قسط تاني جدية البيع.
وسلمونا الارض، رحنا قسنا الارض، الناس فيه حاشوا الشركه ما تقسلناش وقال الارض بتاعتني. والمهندس يعني ليه رحتوا تستلموا الارض لقيتوا ناس تانية راكبه على الارض؟ وخدنا عقوداتنا يا فندم من الشركه، شركه مزابه البحيره. طب امال استلمتوا ايه يعني الشركه ازاي سلمتكم يعني؟ ادولنا عقودات وما سلمتناش الارض. طيب في حاجه تانية يا اخ احمد؟ ونصبين علينا يا فندم وما احناش عارفين ناخد ارضنا. هو يبدو ان شركه مسامه البحيره فيها مشاكل كتير. الحقيقه احنا هنشوف حل الموضوع دوت، نشوف اي مسؤول نجيبه عن هذه الشركه ونشوف مين المسؤول عن الشركه دي ويجي معانا في البرنامج حامل. ويحل هذه المشاكل يا دكتور. انا عشمان فوق ربنا في سيادتك، خليها على الله ان شاء الله. كان حلتي نص فدان، بعته وانا عندي اربع اولاد، والله ما عدنا لاقيين ناس. لا اله الا الله. طيب ربنا يخليهم لك. وعيالي والله ما حد منهم راح المدارس لاني ما عادش عارف اصرف عليهم. طيب كان حلتي نص فدان وبعته في الارض دي وما عدناش لاقيين ناس. طيب احنا هنشوف المشكله اخ احمد، بنشكرك. سيب بياناتك بس في الكنترول بعد اذنك. معانا حازم، حازم من بورسعيد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حامد، أنا حضرتك في جنوب بورسعيد، جمعية بورسعيد، بنبعد بيننا وبين بورسعيد حوالي من 14 كيلو. ما عندناش كهرباء لحد دلوقتي يا دكتور، أولادنا بتذاكر على اللمبة الجاز. ما فيش مية شرب. والمسؤولين دلوقتي كل ما نتكلمه وندوره يقول لك انت تبع الهيئه وكان المفروض الحاجات ديت على البنيه الاساسيه بتاع الارض. طب احنا ايه ذنبنا واولادنا ايه ذنبهم؟ بقالنا 14 سنه في تبع هيئه ايه؟ هيئه قناه السويس؟ نعم. تبع هيئه ايه؟ احنا تبع الجمعيات تبع هيئه التعمير. فاحنا لحد دلوقتي يعني ايه يعني بكلم حضرتك والله في الضلمة لما نبقى عيل في ثانيه اعدادي وبت الست والثاني في اولى ابتدائي والعيال كلها بيذاكروا على اللمبه الجاز، هل احنا لحد دلوقتي في حد في مصر بيذاكر على اللمبه الجاز حضرتك؟ للاسف للاسف مفيش ميه شرب. مفيش ميه شرب. طب الميه بتاع الارض بتدفع من شهر 4 ما بتجيلناش الا في شهر 9. طب سيب بياناتك. سيب طلعناهم حضرتك. طيب دلوقتي انا متابع الحلقه وقلت القدن يتسلم في الاصلاح الزراعي في الحلقات. طب احنا ما عندناش حلقات. طيب. طيب بنشكر حضرتك اخ حازم، وسيب بياناتك في الكنترول بعد اذنك. استاذ اسكندر، يعني فين المسؤولين؟ يعني فين محافظ بورسعيد يشوف هذه المشكله؟ ايا كانت بقى الجهه المسؤوله، لان المحافظ هو رئيس الجمهوريه. طب بالظبط انا يعني ما فين المحافظ؟ انا اتفق مع سيادتك ان المحافظ هو رئيس الدوله في محافظته، وهو المسؤول عن حمايه الاراضي، وهو المسؤول عن الكهرباء، وهو وفقا للقانون، وهو المسؤول الاول والاخير. ومش معقول انه رئيس الدوله يعني تحط على دماغه كل شيء، يعني في مسؤوليات كبرى لرئيس الدوله ومسؤوليات كبرى لرئيس الوزاره. مش معقول يعني انا معين محافظ، يعني المحافظ لابد ان يكون رجل سياسي فاهم، يعني واخد بعضه يطبق القانون ويمر طبق مبدا المركزيه. بالظبط، يطبق واخد صلاحيات لا محدوده. والصلاحيات اللا محدوده لابد ان تكون في خدمه المواطن، يعني بتبقى يعني مواطنين في بورسعيد حتى الان ما عندهمش لا كهرباء ولا ميه شرب. مسؤوليه المحافظ في القرن الواحد والعشرين. مسؤوليه المحافظ. طب انت فين يا سياده المحافظ؟ عنده شركات القبضه. ما مرتش ليه على الناس دي وتشوف المشاكل بتاعتها ايا كانت المشكله في اي جهه؟ بالزمن بقول لحضرتك انا مدي لك كل السلطات في ايديك. بالزبط. انت نفذ جميع فعل السلطات دي. ونفس الحكايه الاخ عبد السند اللي اتصل من كفر الشيخ 2000 اسره برضه ما فيش اي خدمات. لا لا لازم لازم المحافظ ورئيس المدينه ونائب لازم كله يتحرك. انا مديلك سلطات نفذها. فندم مفيش حاجه لازم نشتغل. احنا بقى عاوزين بقى يا ريس بعد اذن حضرتك وحضرتك استاذ كبير انه الاعلام بقى يتبنى هذه المشاكل. أيوة. بدل ما يجري ورا الشائعات. بالظبط. ورا المسؤول الفلاني عمل، ورا الوزير الفلاني عمل كذا. شوفوا بقى مشاكل الناس اهو اتكلموا عليها زي ما احنا بنثير المشاكل على الهواء ونضع حلول لها على الهواء وبكل شفافيه. كل وسائل الاعلام تتبنى هذا المنطق بقى وهذا النهج سواء كان الصحف او البرامج المختلفه. لو تسمح لي حضرتك اشير في هذا انا اكلم مداخله بعد اذن حضرتك. حته الاعلام دي في ناس للاسف كاي مهنه دخلت تسلقت الى الاعلام. وهي خلي بالك ما تسلقت وهو لا يفهم ولا يعلم ولا يعي ما معنى الرساله الخالده للاعلام. لا يعلم معنى الكلمه، لا يعلم معنى اني انا املك اداه حضرتك ما تملكهاش وهي القلم.
انت حضرتك تملك سلطه رابعه يا العالم. لا مش كمان كده، مش حضرتك مش كده، ان انت ما هتعرفش ترد عليا يعني، واخد بالك؟ لما تتهمني على بال ما تثبت ما اعرفش ايه، والناس بتدور على اشاعات خربت الدنيا، خربت الدنيا. فبيملك اداء المفروض الانسان لابد ان يتقي الله اولا واخيرا في اعراض الناس، بدل ما نطبق مقوله في اعراض الناس الرئيس في الاسبوعين اللي فات وقال نعمل على قلب رجل واحد، ولما اجتمع مع الاعلاميين قال لهم لابد لابد من تحديث النداء الاعلامي، المنطق الاعلامي بالظبط، الحديث الاعلامي. احنا قعدنا 3 ايام نطلب الاستاذ ونقول له من فضلك عايزين نرد، مش لنا حق الرد. ده طبعا ده موجب القانون. تخيل سيادتك ان التقينا تليفونيا عن طريق الاستاذ الدكتور رئيس قطاع بما يسمى بمجد كامل، قال لا امال انت قلتم ان مفيش حد بيرد، وقال مفيش حد بيرد 3 مرات. فطمع المشاهد، طم خلى المشاهد يعني هم رفضوا الرد، رفض الرد. ده من حقك، هذا هو الاعلام المنحاز، رفض الرد. لا من حقك يا باشا يوسف. ايوه لازم اقول لك، هذا هو الاعلام المنحاز الذي له اهداف ومآرب معينه. طبق على كلام هذا الاعلام لا يبحث عن الحقيقه. خلوني بديك حقك كده، حق حق النشر وحق الرد لحضرتك يا فندم. ده العجيب ان هو بيرفضوا في نهايه البرنامج، في نهايه البرنامج يفتئت على السلطه ويقول انا مش لاقي حد يرد، يفتئت ويتهكم. لا لا لا. وده مش موجود في ميثاق العمل الاعلامي عند حضرتك. لا لا لا, 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 لا مش موجود. انت حضرتك من حقك يعني، انا كتبت عندك حاجه انت تبعت لي الرد، تكفل لي حق الرد. اكفل لك حق الرد بنفس المساحه وبنفس البنط وبنفس لما اتصل على لو ما عملتش كده حاجه، لو ما عملتش حاجه كده انت من حقك ترفع عليا قضيه، اهدر حقك وتاخد. لا من حقك ترفع قضيه. بقول انا بقول لحضرتك على الواقع، كماله الواقع، ان مفيش. انا عايز اثبت اللي حامد بيه بيقول مفيش حياديه، مفيش حياديه، مفيش اعلام. هو انا بس عاوز اوضح لحضراتكم ان هذا المذيع وهذا البرنامج في تلك القناه للاسف واخد موقف من قناه مصر الزراعيه ومن الزراعه. عشان ايه يا سيدي الفاضل؟ ابحث عن المشاكل، اعرض المشاكل زي ما احنا بنعرض. ما فيش وزارة أبدا بتعرض مشاكلها زي ما احنا بنعمل. البرنامج ده مخصوص علشان كل الفلاحين يتصلوا على الهواء والمسؤول التنفيذي موجود ويرد على الهواء أيا كانت المشكلة. وفي حد بيعمل كده؟ لا لا لا. هو ده هو ده المنبر الحقيقي اللي بيبحث عن مصلحة المواطن المصري. مش عاوزين نجري بقى ورا شائعات ونكون معاول هدم لكل شيء مضيء في هذا الوطن. اصل كده مش هنشتغل، تعطيل كده مش هنشتغل كده، بلجأنا بقى لزمان تاني ورجعنا لزمان تاني. والله والله معاول هدم. ايوه معاول هدم، والله معاول هدم لكل شيء مضيء في هذا الوطن. احنا محتاجين استقرار بقى، محتاجين استقرار ومحتاجين نشتغل، لان في حاجه لو حصل لا قدر الله شيء لمصر كلنا فيها. بالظبط بالظبط، كلنا فيها. بس مش هيحصل لا ان شاء الله، على الاطلاق بمشيئه الله لن يحدث، وباذن الله بكره افضل ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ويا سيد الفاضل، يعني اي واحد، اي مذيع، اي صحفي عنده مستندات يقدمها. بالظبط مش كده، يقدمها للجهات القانونيه. اهو اتفضل. ما فيش حد حضرتك فوق القانون. احنا في الدوله دي ما فيش حاجه ده فوق القانون ابدا. انا ما عايز اسيء لحد على البتاع. فيه وزاره الزراعه اكتشفت اكبر قضيه فساد لسه من ساعات وهي اللي قدمتها بنفسها. يعني لا تستر في هذا الوقت، لا تستر على فاسد، ما عندناش اطلاق، مش موجود، لا تستر على فاسد. انا ما هاخدش موقف، انا ما بدافعش عن الوزاره وزارة. لكن انا بقول ان المرحله الحاليه في وزاره الزراعه مرحله تنقيه ومرحله شغل، وده على مسؤوليتي. ما عادش وقت للكلام يا فندم. مرحله شغل ومرحله تنقيه. الكلام رجعنا لورا، السيد الاستاذ الدكتور عادل بلتاجي بامانه اختار معاه معاونين على اعلى مستوى، وسر هقوله على الهوا، لا يتقاضون اجرا، وعلى اساتذه كبار لا يتقاضون اجرا ويعملوا الوجه الله الكريم. وانا بقول على هو. لا يا فندم، على يدنا ونشهد بذلك. واخد بالحياتك ايه؟ نشهد بذلك. فريق عمل سواء في البحوث، سواء واخد بالحياتك ايه في الثروه السمكيه، في الثروه الداجنه، دول دلوقتي فريق في الاراضي ولهم اسماء ولهم تاريخ. واخد بالك؟ وانا عايز اوجه رساله انه العالم ارجوكم لا تصنفوه تصنيفا سياسيا. الباحث في اي عهد وفي اي وقت لا يحسب على اي نظام، بل يعمل لاجل مصر، بل يعمل لاجل مصر واجل وطنه. انا لو اصنف كباحث لا اصنف على اي نظام، انا ببحث، انا بعمل لمصر. كلنا لازم نعمل كده. انا ده احنا بنعمل في منظور، ليس لنا هدف الا مصلحه الوطن. فلما تصنفوش ده مش عارف فلول، ده ما اعرفش ايه ده، انا مالي من الكلام. انا طول عمري بشتغل للبلد دي، بعمل ليها،
فلا بد ان تصل الرساله صح، سواء للاعلام او سواء للمسؤول او سواء للراجل اللي في الشارع، وما عايزينش يعني نتناقل الجهل. لا بد حتى الانسان اللي يستضيفوه في برنامج على الاقل لا بد ان يكون عنده ولو بصيص من المعرفه. واحد يكون عنده مثلا حضرتك زي مثلا الاستاذ الدكتور يكون باحث، يكون يعرف مختص، يعرف يناقش ضيوفه، يعرف يناقش ضيوفه. وانا اناشد من هنا الساده الزملاء الاعلاميين، تحري الدقه، لانه اعراض الناس بالزبط. ليست بش وليه التهكم على شخصيه عالميه استاذ اسكندر؟ يعني بعد اذن حضرتك، بصفتك طبعا ناقد كبير في مجال الزراعة ومنذ 20 سنة، أكتر من 20 سنة ومعاك ملف الزراعة، يعني يا ريت حضرتك تقيم لي المرحلة دي. يعني مر على حضرتك العديد من وزراء الزراعة، وتقيمها أرجوك وبمنتهى الأمانة. أنا هقول لحضرتك حاجة، وأنا هضرب لحضرتك مثال. أمريكا، أنا هجيب لك أنا من أمريكا، يعني مقارنة بعيدة. أمريكا لم تحتل العالم لا بالذرة ولا بالطيران، واحتلتها بالزراعة. احتلتها طبعا بالزراعة. أنا كنت في ولاية اسمها ولاية نورث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. ولاية نورث داكوتا دي تتحكم في القمح بتاع العالم، وتتحكم في القمح بتاع العالم، هي اللي بتصدر القمح. ولاية نأتي هنا لمصر، وأنا قلت حتى في مقدمة البرنامج مع الضيف الكريم اللي كان، أنه لولا البحوث الزراعية لكانت مصر تعرضت لمجاعة. نأتي للمرحلة الحالية، دي مرحلة الفارس في المرحلة الحالية. طيب. أنا طبعا البحوث الزراعية أعتقد دورها واضح للجميع، ولكن المشكلة الخطيرة في تناقص الأرض الزراعية والتعدي عليها. أخذ الإجابة من حضرتك، لكن بعد ما ناخد ثروة من البحيرة. ألو 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 ألو، تفضل تفضل حضرتك على الهواء. أيوة دكتور حامد، تفضل. مساء الخير على حضرتك. مساء النور. من فضلك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. واطي يا فندم، واطي واطي حضرتك. اتفضل. اتفضل يا فندم. بالنسبه للباشمهندس دوت، احنا عندنا مكان متبرعين به للمدرسه. لا الصوت مش واضح يا اخ ثروت، بعد اذنك. اتفضل. متبرعين به للمدرسه يا فندم، وبعدين رحت الوحده المحليه طلبوا مني جواب من الزراعه. فالهيئة حماية الأراضي في الزراعة في حوش عيسى قالوا لي إن بقين الحاج عبد الرحيم ده غير حائز بزمام الجمعية، والأرض اللي هو متبرع بيها ملكه يا فندم، يعني هي أساسا ملكه وخالصة من ناحية الأملاك. فهل ممكن بعد كده الإجراءات تعوقنا لو أو المطلوب حضرتك؟ المطلوب طيب. هي المكان فين؟ المكان فين يا خساره؟ قرية ايه؟ قرية عزبة فودة. عزبة فودة؟ عزبة فودة. اعتقد انت جيت لي يا ثروت. عزبة فودة، حوش عيسى؟ حوش عيسى. انت قابلت المهندس يوسف قبل كده؟ لا يا فندم لا. طيب. انا رحت حماية الاراضي في حوش عيسى، فطبعا كنا طلعنا جواب في 2011 ان فكتبوا في الجواب ان غير حائز بزمام الجمعية. اللي هو المتبرع يا ثروت معاه الارض بثمن فدادين يا فندم، وباعهم كلك على بعض. بس الارض كانت ملك، يعني ملكي الخالصه، بيدفع مال فقط لغيره. فهو باع الارض الواحد، وبعدين يعني الراجل اللي هو باع له اتنازل له عن المدرسه يا ثروت. يعني طيب ثروت، عشان نحل يا ثروت، في شرط اساسي لو كان مطابق مالكش دعوه بالباقي. اذا كانت الارض اللي متبرع بها الحاج عبد الرحيم بجوار كتله سكنيه لعزبه فوده او حوش عيسى، لو انت متاكد انها بجوار كتله سكنيه، يوم الاثنين يكون عندك مهندس يعمل لها معاينه، ويشوف معالي المحافظ بعت لنا معالي بجواب على معالي الوزير ولا لا، ونحلها. مفيش ادنى مشكله في الحيازه ولا في الملكيه ولا الحاجات دي طالما ملكه. انما اذا كان لا ينطبق عليها شرط الجوار للكتله السكنيه، فنبحث في قضيه ثانيه خالص. لا بجوار الكتله السكنيه فعلا يا فندم. وانا بكم متر يا ثروت؟ بكم متر يا ثروت؟ ما فيش ب 10 متر يا فندم، يعني بينها وبين الكتله السكنيه طريق 3 متر. طيب خلاص يا ثروت، يوم الاثنين ان شاء الله يكون عندك مهندس يبص طيب. عليها ويشوفك يا ثروت، وسيب بياناتك في الكنترول، وان شاء الله يوم الاثنين هيكون عندك لجنه. معانا ابراهيم من بورسعيد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا بحيي قناة زراعية وبمسي على المهندسين والأستاذ اللي هو بالقناة. وإحنا بنرحب بحضرتك، اتفضل. أنا عندي مشكلة والله في جمعية العبور. الناس اشترت الأرض، في ناس اشترت أخذت الأرض على أساس إنها زراعية. وراحوا دلوقتي قاموا بزراعتها سمك، والراجل اللي بيزرع الزرع متضرر لأن المياه بتكثر عليه وبتمسح الأرض على الأرض بتاعته وبتبوظ الزرع بتاعه. طبعًا. وبعدين أنا بنتهز الفرصة للأستاذ اللي هو تبع حماية الأراضي. مفروض يعني إحنا مثلًا حد يجي يبص علينا ويشوف الجمعية فيها يعني جمعية بقى نصف سمك. مركز يا حاج. إحنا في جنوب بورسعيد. جمعية العبور. حاضر. جمعية العبور. الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله يكون عندك حد كلامك. واحنا اخر المياه، مفروض الري ينظم الميه على اساس الميه توصل لاخر جمعيه. احنا اخر جمعيه في الجمعيات 28 جمعيه، زائد ان ما فيش لا كهرباء ولا في ميه ولا في اي حاجه ولا في رعايه. يعني مفروض احنا يعني فرحنا لما جات الاراضي دي عشان ندخل زراعه على بورسعيد. فجيت جماعة اللي هم بيشتغلوا في السمك واشتروا الأرض من الناس اللي هي وعملوا مزارع سمكية مخالفة، وعملوها مزارع سمكية. فأصبح أنا دلوقتي بطالب بالتمليك، بيقول لي أنت عندك زراعة سمكية كتير، لما تيجي أنت تزيل الزراعة. طيب إحنا بنشكرك يا أخ إبراهيم. أنت عشان طيب. أنا أعرف أخذ حقي. طيب إحنا بنشكرك وسيب بياناتك. والباشمهندس يوسف الأسبوع الجاي إن شاء الله يا حاج إبراهيم هيكون عندك لجنة. هو مش دوركم أيضا يا باشمهندس يوسف، هو المزارع السمكية المخالفة عشان أثار نقطة المزارع المخالفة. لا معلش مش دي تعتبر تعدي على الأراضي الزراعية؟ أيوة يعني بس أنا ما شفتش الإدارة المركزية لحماية الأراضي إن هي أزالت مزارع سمكية. حضرتك المية ودي أخطر من الأرض، مقننات المية، المية أخطر من الأرض. أنا أي كان أنا بتكلم على مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية مش مباني فقط. لا زلنا وزلنا في وادي النطرون 117 فدان جنوب وادي النطرون بسبب طيب انا جات لي فعلا شكوى من كفر الشيخ، انا هديها لحضرتك. حاضر. ايضا مزارع سمكيه. حاضر. بس المزارع السمكيه دي يا سعاده الرئيس، لان ما فيش حد دلوقتي فوق القانون بالظبط، خاصه برجال شرطه ومستشارين. لا 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 حضرتك هتاخد البيان ونشوف هنعمل فيها ايه. خلاص دلوقتي مفيش حد فوق. في ثلاث قوانين بيحكموا المزارع السمكيه، قانون الري، قانون يا فندم دي مخالفه، مزارع سمكيه مخالفه. وللاسف يا استاذ اسكندر حاجزين الميه عن الفلاحين الغلابه بالظبط، حاجزين الميه عن الفلاحين الغلابه وعاملين مزارع سمكيه. حضرتك انت المشكله الاخطر دلوقتي في مصر مشكله الميه. مشكله ايوه بتعدى على القنينات. يعني خلي بال حضرتك، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الميه، المشكله الكبيره في الحاصلات الزراعيه، والمشكله في التعدي على الميه. تمام. يعني واضح حضرتك ايه الناس اللي عندها مزارع كبيره بتقطع الميه على الناس الغلابه. هو ده اللي حاصل. ده اللي حاصل، ما بالا ما ياخد كم كبير من الميه ينزله ثروه سمكيه. وبعد المزارع السمكيه ده حضرتك انت كنت كتبت قبل الفاصل، حضرتك نكمل فيها حضرتك على التعدي ولا ايه؟ نعم حضرتك قبل الفاصل ما نطلع كنت حضرتك بتقول لك على الاراضي الزراعيه، التعدي على الاراضي الزراعيه. كان في عندي شكوى من كفر الشيخ عبد السند، كان بيقول انه في مزارع سمكيه مخالفه، واخد بال حضرتك، ودي خاصه باراضي برجال شرطه ورجال ومانعين الميه عن لا حقه. احنا عندك نتكلم في العموم على التعديات على الاراضي الزراعيه، التعديات على الاراضي الزراعيه. لا انا انا كنت بسال حضرتك. طبعا حضرتك احنا حضرتك اتكلمت باستفاضه عن دور مركز البحوث الزراعيه، لكن اعتقد ان التعدي على الاراضي الزراعيه ده بيمشي في الاتجاه المعاكس. فانا في نص دقيقه، يعني خطوره التعدي على الاراضي الزراعيه، انت كانك بتقتل نفسك. تمام. لما بتتعدي على الاراضي الزراعيه يعني مش بتقتل الجيل ده، بتقتل جيل قادم. وانتحار بتقتل جيل قادم. انت تناقصت الاراضي الزراعيه، وهقول لك سر بقى. نصيب الفرد دلوقتي نص اراضي. تمام. كلمه اخيره يا باشمهندس يوسف. انا بس بربق بالاعلام المحترم، سواء كان اعلام مرئي او مسموع او مقروء، ان يتحرى الحقيقه، ان يتحرى الحقيقه، وان يساعدنا في حته التوعيه المهمه. تمام. عشان نقدر نقوم بدورنا ونقدر نحافظ بس على الحد من ظاهره التعديات الزراعيه، ونشد عدد التعديات لورا، ونقضي على ما تم اقامته بالمخالفه للقانون. تمام. ونقدر نوجد مهد جيد لخطه التنميه الاستراتيجيه المستدامه. تمام. التعدي على الاراضي الزراعيه
هو تعدي في الواقع على حق الأجيال القادمة، هو تعدي على مستقبل هذا الوطن. في نهاية هذه الفقرة أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد المهندس يوسف سليمان عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي. بشكر حضرتك يا فندم، وحضرتك بإذن الله هتكون معانا يوم 18 يوم 28/11 عشان نراجع حلول لكل هذه المشاكل التي عرضت. الشكر أيضا للأستاذ إسكندر أحمد، خبير الاقتصاد الزراعي ونائب رئيس تحرير جريدة المسا ومسؤول ملف الزراعة بالجريدة. أعزائي المشاهدين، انتظرونا بمشيئة الله في الغد، ما عندناش أجازات ولا جمعة ولا سبت علشان حل مشاكل ده عندنا أهم من أي أجازة وأهم من أي راحة. انتظرونا بمشيئة الله في الغد، هيكون معانا السيد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس جمال عزب، وأيضا السيد وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية المهندس سعيد عبد الحميد. هنبدأ الدورة بإذن الله من غد. السادة وكلاء وزارة الزراعة في جميع المحافظات هيجونا مرة تانية لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين في جميع المحافظات على الهواء مباشرة في مسؤول تنفيذي على الهواء. أعزائي المشاهدين، لكم أيضا جزيل الشكر على كرم المتابعة، والشكر أيضا لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، لكم مني حامد عبد الدايم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.